كابتن ايهاب جلال مدير الفنادق الاسماعيلي. كابتن ايهاب نقول لك مبروك النهارده على الفوز. الله يعني ابارك الجمهور الاسماعيلي اللي كان تعبان طول الفتره اللي فاتت, واقول لهم احنا يعني اهم حاجه توفيق ربنا ثم الجمهور. طبعا ببارك لمجلس الاداره وكل الناس اللجنه الفنيه الكابتن علي, كل الناس لان احنا يعني على الاقل الثلاث نقط دول مع التوقف ان شاء الله يسحبونا يبقى احسن. كابتن ايهاب ضغوط كتير على اللعيبه الفتره اللي فاتت على الجهاز الفني, النهارده انت ازاي تعدي المرحله دي النهارده؟ والله احنا عدينا طبعا مرحله كبيره في ان انت تكسب قبل التوقف, دي حاجه كويسه, تكسب فرقه كبيره زي النادي المصري, وكان في الشوط الاول يعني وان سايد جيم تقدر تخلص الماتش بسهوله. اللعيبه عاوزه بعض الثقه, بس عندها لعيبه كبار عاوزين بعض الثقه ان شاء الله, واللعيبه والاصابات ترجع ونقدر يعني يبقى شكل الفرقه احسن, خصوصا ان احنا في منطقه محتاجين ان احنا يعني نكسب ماتشات ورا بعض. كابتن تقول للجمهور الاسماعيلي يا كابتن ايهاب؟ اقول له وهو قدرنا كده ان احنا بنشجع النادي بتاعنا وبنحبه, وحتى لو هو في اي ازمه, لكن انتوا بعد ربنا اللي بتزوق النادي الاسماعيلي يروح في المنطقه اللي انتوا عاوزينها ان شاء الله, ونامل ان احنا مع الوقت نطلع بالنادي من المكان اللي هو فيه, وبعدين ان شاء الله نعمل حاجه كبيره بعد كده. شايف ازاي الفتره الجايه يا كابتن ايهاب؟ الفترة الجاية شايفها ازاي؟ والله يعني الحمد لله ان احنا عندنا 20 يوم توقف, وما امالش غير ان احنا اللعيبة ان شاء الله الاصابات ما يبقاش عندنا حد يقعد مدة طويلة, واللي رجعوا عندنا محمد صادق رجع واحمد مصطفى وعبد الرحمن النهارده, وشايف ان احنا محتاجين نعمل مجهود نشتغل ان شاء الله ربنا يسهل ونبتدي الثلاث ماتشات اللي هم من يوم واحد دول, واحنا مصرين ان شاء الله ان احنا هتكون في معسكر يا كابتن ولا لسه ما تمشي في حاجه حاليا؟ لسه مكتوب مع الناس يعني وظروف رمضان وكده, فهنشوف التوقيت المناسب للمعسكر, وعندنا في النادي برضه معسكر جاي. اشكرك يا كابتن, لك التوفيق يا كابتن. شكرا.